أطلع. من هنا من أمام نادي الشبيبة في مدينة صرمان كانت نقطة الانطلاق لسباق اختراق الضاحية السنوي على مستوى الأندية الرياضية في صرمان وسبراتا. تم بحمد الله اليوم اشتراك فئتين الأكابر والأشبال، كانت الأكابر بحوالي 20 مشارك والأشبال كانت حوالي 30. بهمة ونشاط وتشجيع من بعض المارة والمنظمين، تابع المتسابقون ركضهم على خط سير السباق الذي امتد عبر شوارع صرمان وصولا إلى نقطة النهاية أمام مديرية الأمن في المدينة. وتم السباق على أكمل وجه وبصفة حبية، وكانت المسافة 5 كيلو و200 تقريبا، وكان السباق على أكمل وجه وفي شكل حبي. لم يكن الهدف من هذا السباق رياضيا بحتا ولا مجرد نشاط معهود، لكنه أبعد من ذلك بقليل. الهدف الأساسي من هذا التظاهرة الرياضية هي اللحمة الوطنية، وبين الناس أن الشرطة ما هيش عصا ضرب ولا إقصاء للناس، لا، بل هي تشارك الناس في الرياضة، في المحافل الرياضية، في شيء أن هي بتعتبر أنها واحدة من فئات المجتمع. السباق انتهى لهذه السنة بتتويج الفائزين فيه، لكنه سيستمر بتضافر مجهود القائمين عليه.